خالتي ساندرا، جوري. ليك صار الوقت دي تشرب الحليب؟ تشربه؟ انت شو عم تحاولي تعملي؟ عم تجبريني اتعامل معها مو هيك؟ انا قلت لك الف مرة ما بتقربيها حتى على غرفتي. مين انت؟ يلا قولي انت مين لحتى تتدخلي بحياتي بهذا الشكل؟ حالة ديفيا هلأ واللي صار بسببك انت والبيبي مسؤوليتك. انت اللي اعطيتي ديفيا فكره لحتى تجيب هالبنت هي. خلصنا سيد قمر، بترجاك لا تحكي هالحكي. فيك تقلي الحكي اللي بدك اياه وتهيني قد ما بدك، بس معلش ما تحكي بهالطريقه عن طفله بريئه. طيب خلي بقلبك ولو شويه رحمه. اللي هي شو ذنبها؟ شو الذنب اللي ارتكبته لحتى تتعاقب هيك؟ هي ما حصلت على حب أمها بعد ما خلقت، وأنت موجود هلأ قدامها مع هيك. هالمرة عم ترجاك يا سيد قمر، شو ما كان صاير فهو أكيد مو صار بسببها. لهيك لا تحكي عنا بهي الطريقة. لازم تاخدي هي القلادة وتحطيها تحت مخدة ديفيا بنص الليل، وديري بالك هذا الشيء المفروض انه يضل سري للغاية، وبهالوقت انا رح كون قاعد هون وعم ادعي لك تنحل مشاكلك. الساعة 9 قبل الساعة 12 كيف بدي اقدر اطلع من البيت؟ ايه خالتي، انا رح جيبها لمرت عمي مشان العشاء.